هاي فراولاتي، اليوم الفيديو راح يكون مكياج مستوحى من مكياج كيندل جينر، فيلا نبلش. اول شيء انا هون سويت حواجبي وحطيت مرطب على بشرتي، وهلا راح احط الفونديشن والبيبي كريم. انا بستخدم لونين عشان يعطيني لون بشرتي، فبس الفونديشن عفوا هو من بينيفيت والبيبي كريم من مايبلين، فبس راح اخلط اللونين واحطهم على بشرتي بهالطريقه، وبعدين راح ادمج الكل بالبيوتي بلندر. وهلا راح استخدم هذا الكونسيلر من ماك، صراحه صار لي زمان وانا بستخدمه، عجيب عجيب جدا. فالمهم راح احطه تحت عيوني عشان اغطي الهالات السوداء، بس اذا ما عندكم هالات سوداء فممكن تستغنوا عن الكونسيلر. وبس راح ادمج الكل بالبيوتي بلندر، وكمان قررت احط شوي على جبيني بس عشان يعطيني اضاءة، وكمان على انفي. وهلأ راح احط شوية برونزر عشان احدد به ملامحي زي ما انتم شايفين. وكمان احط حوالي الوجه بهالطريقة. هلا راح احط هذا البلاش من نيكس، صراحه لونه يجنن، لونه اورنج بس بيبين كتير طبيعي، وانا شخصيا بستخدمه كل يوم. وهلا راح اضيف الهايلايتر، راح اضيف عليه شويه فيكس بلاس عشان اعطي اضاءه اكثر لوشي، لانه كيندل بتحط مكياج كتير بس بيبين كتير طبيعي. فالمهم راح احطه على خدودي زي ما انتم شايفين، برا وشوي على انفي. هلا راح احط البيس اي شادو على عيوني زي ما انتم شايفين. وهلا راح ننتقل للاي شادو، راح استخدم هاي الباليت من لانكوم، عجيبه كتير. راح احط هذا اللون اللي هو بيج، فراح احطه على الجفن زي ما انتم شايفين. وبعدين راح اخذ هذا اللون اللي هو كمان لون فاتح بس عشان احدد الجفن زي ما انتم شايفين. كل الالوان اللي موجوده بهاي الباليت يعني الوان طبيعيه، ما بتبين كتير بس بتبين انه حاطه مكياج طبيعي. بس بنفس اللون راح احاول انه اخرج الاي شادو برات العين عشان يوسع لي العين. وهلا راح احط هذا الاي شادو البني زي ما انتم شايفين، وراح احاول احط كارت، ممكن تحطوا الشريط اللاصق اللي يعجبكم، وبس تدمجوا الكل وتخرجوا شوي الاي شادو لبرا زي ما انتم شايفين. وبنفس اللون بس رح ندمج الكل بهالطريقة، وبنفس اللون بس ببرش تانية رح احدد تحت العين زي ما انتم شايفين، وبنفس البرش وبنفس اللون بس يعني رح احاول انه ادمج الاي شادو بهالطريقة، وزي ما انتم شايفين هو مبين كتير طبيعي. هلا رح اخذ الاي شادو الاسود وبرش تانية عشان احط الاي لاينر، بس الاي لاينر رح يكون كتير خفيف، فما بدنا يعني يبين اكتر بس بدنا نحدد العين. وكمان راح احدد العين من جوا بس يعني فوق الرمش زي ما انتم شايفين، وراح ارجع احدد تحت العين بشويه اي شادو. وهلا راح احط هذا اللون اللي هو لون البنانة، راح احطه وسط العين. وبس رح ادمجه باصبعي بهالطريقة عشان يعطيني لوك ناتورال. وبس طبعا رح ارجع بنفس اللون البني ادمج الكل بهالطريقة. وخلصنا مكياج العيون تقريبا، باقي لنا الماسكارا. رح احط طبقة من الماسكارا بالجفن اللي تحت والجفن اللي فوق. وهلا رح احط هذا الباودر من كلينيك، طريقة خبز الوجه، طبعا تكلمت عنها بفيديوهات سابقة زي ما انتم شايفين، بتعطي اضاءة للوش وبتحدد الملامح اكتر. وبس رح نشيل الباودر بهالطريقة ببرش، و تقريبا رح نكون خلصنا من الميك اب. بس طبعا باقي شيء مهم هو الليبستيك فراح احدد شفايفي بالليب لاينر زي ما انتم شايفين. كيندل جينر هي دائما بتعتمد الالوان الهادئه والالوان الزهريه بشكل عام ومكياج طبيعي، فهذا المكياج هو مستوحى فقط منها،
مش تشبيه بس مستوحى فقط منها. وبعدين بس راح احط هذا الليبستيك اللي لونه بيبان كتير طبيعي، بستخدمه بشكل يومي من ماك. عجيب هذا اللون. وهذا هو اللوك النهائي، اتمنى يعجبكم. بليز حبيباتي اذا عجبكم ما تنسوا اللايك واشتراك بالقناة ونشر الفيديو. احبكم كتير واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.